أستاذ خالد، لو نتحدث ربما كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الجرائم الإلكترونية؟ هو أولا سبل الوقاية أنا أعتقد بأنه تقدر تأتي بنتائج أكثر من سبل اللي نقدر نقول أنها هي عقاب أو تأديب في الأخير، وبالتالي فالوقاية تقدر تكون عن طريق الإعلام، تقدر تكون عن طريق مؤسسة التنشئة الاجتماعية، عن طريق المدارس، عن طريق المساجد، عن طريق حتى جماعة الرفاق، عن طريق النوادي إلى غير ذلك. وبالتالي فإذا كان طلب الأمر أنه نمشي أحيانا إلى العقوبة فلابد أن تكون هنالك عقوبات تأديبية، وعقوبات تأديبية تظهر في شكل حجة أمام كل من ربما تأدي به نفسه إلى التهور في مثل هذا المقام. خليني ربما نزيد لك واحد النقطة، هي أنه هؤلاء الأفراد لديهم ثقة زائدة بأنهم غير قادرين على كشفهم إلى غير ذلك، مما يعطيهم نوع من الحماس هكذا لارتكاب الجريمة، أو ربما نقدر نقول لك أنا للقرصنة أو للتعدي على حقوق الآخر. وبالتالي فلابد أن نعرف قيمة أولا الوسيلة، نعرف قيمة استعمالها وقيمة تسهيلها وقيمة تيسيرها، لأنه في الأخير كلنا شركاء في هذا المجتمع، نعرف كيف ربما المخاطر التحوي نتصدى لها جميعا. والأطفال حاليا كل واحد لابد أن يعرف حدوده ولا يتعدى. لا هو ضرورة الأخرين. ضرورة، ولكن لابد علينا من تثقيف، لابد علينا من برامج. احنا ماذا بينا أن الطفل لا نتيح له فرصة الاستعمال تاع التكنولوجيا هكذا بكل تحرر، ونعتقد أنفسنا بأنه متعته هي تحرره، بالعكس المتعة في الأخير هي أو السعادة في الأخير هي التزام تجاه الآخر. ممتاز. التزام تجاه حرية الآخر إلى غير ذلك. وشكرا، شكرا جزيلا لكم أستاذ على هذه المداخلة.